مشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله مساءكم بكل خير ومرحبا بكم مباشرة مع أختكم نادية من مدينة خريبكة. عجينا من مدينة الفقيه بن صالح، هذه الدخلة ديال خريبكة. إذا كان جدا ترحب بكم في موضوع اللي هو مهم، وموضوع اللي هو تطرقنا ليه في نواحي مدينة الفقيه بن صالح في بني عون، يعني واحد البلاصة اللي سميتها بني عون تابعة للفقيه بن صالح. من بعد ما عيطوا لنا يعني الأب والأم ديال واحد لا غنقدروا نقولوا ليه مسخوط الوالدين، لانهم سخطوا عليها عبر المباشر وقالوا لي احنا سخطين عليك دنيا واخره، لا حول ولا قوه الا بالله. وما اصعب هذه الكلمه هذه لا خرجوها الوالدين، كن على يقين ما عمرك ما غتربح، واخا تبقى تخدم ليل ونهار، واخا تجري ليل ونهار، واخا دير ما عرفتش شنو تغنى بالمال، كل شيء غيمشي بسبب هذاك السخط. لان هنايا مشاهدينا بغيت نعرف شنو الراي ديالكم من بعد ما غادي نحكي لكم القصه ديال هذا الشاب هذا اللي هو مسخوط الوالدين، اللي كيتعدى على والديه. ودابا خوتي من بعد ما صورت معاهم انا جيت قررت نوصل لخريبكة، كيعيطوا لي قالوا لي هو دابا شاف المباشر وهو هز علينا جنويه ومحاصرنا، يعني شوفي شنو ديري لينا. تنشوف راسينا قريبا ندخل خريبكة وهما في النواحي ديال ولاد زمان. عاد عيطت الحمد لله عندي النمره ديال بعض يعني لاجيدون تمايا في ولاد زمام، عيطت ليه قلت ليهم القضيه ديال هذوك الناس. قال لي ايه راه كانوا عندنا الصباح دايرين شكايه، قلت لهم ونقدوهم راهم محاصرين من طرف الابن ديالهم بجنويه، سيروا تحققوا من هذا الشيء لان راه اتصلوا بيا دابا. مشكورين يعني والله مشكورين رجال الدرك الملكي بولاد زمام، بمجرد ما اتصلت بهم راهم انطلقوا في هذه الاثناء، غادي يكونوا وصلوا ولا راهم قرب يوصلوا لعندهم. نتمنوا ما توقعش الكارثه. كيفاش الابن يهز الجنويه على والديه بغى يصفيها لهم؟ صعيب وصعيب بزاف. عقوق الوالدين والعياذ بالله من اعظم الذنوب واكبرها. الله سبحانه وتعالى توعد الابن العاق بالعديد من العقوبات في الدنيا وفي الاخره. وما عمر مسخوط الوالدين تخرج له الطريفه كما تنقولوا في حياته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. عقوق الوالدين كذلك سبب من أسباب الشقاء في الآخرة والحرمان من دخول الجنة، والحديث النبوي واضح في هذا الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوت. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. إذا هنا مشاهدي قناة شوف تي في نعود لكم القصة ديال هذا الشاب هذا، نطلب الله سبحانه وتعالى يهديه يا ربي تهديه، لأنه وجهت له وللأسف الشديد دابا شاف المباشر ورغم ذلك مشى هز دابا جنوية وماشي باش غادي يصفيها لهم، رسد الدين عليهم. نتمنوا يعني رجال الدرك الملكي ديال ولاد زمام أنهم يوصلوا في الوقت المناسب. في المباشر قلنا له يا أخي يا أخي راك تبعدك على الدار ديال والديك أمتار قليلة، يا أخي رجع نفسك ما حدك في الدنيا وأجي تلاح على رجلين الوالدين ديالك، على الام ديالك والاب ديالك وبوس راسهم ويطلب السماحه. الوالدين الحمد لله يعني كتكون ديك الكبده، رغم ذلك راه تيحنوا، خصوصا الا شافوك يعني تهديتي، الا شافوك ندمتي، الا شافوك اعتذرتي، كن على يقين في البلاصه يسامحوك ويرضوا عليك. يا اخي دير واحد الخطوه ايجابيه، ما حدك في الدنيا وما حد الروح كتطلع فيك وتنزل، ورغم ذلك يعني شاف المباشر ردة الفعل ديالو عوضي ندم وعوضي يقول نراجع نفسي ونراجع تصرفاتي، لا هز الجنويه دابا راه مشى يحاصرهم في الباديه معزولين بوحدهم. نطلبوا الله سبحانه وتعالى ما يقولوليش نرجع ثاني نلقى شي الروح مشات شي جريمه قتل. الله يطول في عمرهم لهذا الاب وهذا الام، الله يهديه. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يهديه، وإلا ما كانش غيتهدى ف
هذا العنف ضد الأصول خصو يمشي تضرب بيد من حديد. لأن سولت ليه نفسه أنه يهز جنوية على والديه، سولت ليه نفسه أنه يطرم عليهم على الأرض ويبني فيها ويستولى عليها، سولت ليه نفسه أنه يبقى ينعت الأم دياله بألفاظ اللي هي خايبة وراكم سمعتوها على المباشر، سولت ليه نفسه أنه يتعرض للأب دياله مع 6 ديال الصباح بين الشجر ديال الزيتون ناوي باش يصفيها ليه وكيهددو، من بعد ما كان الأب دياله مسكين هو غير خدام عند الناس ماشي غادي باش غادي يرش الدواء. فهذا الشيء كامل كنا تنقولوا ربما الا شاف المباشر يهديه الله، ولكن للاسف الشديد غير ما زاد في الافعال ديالو. كنتمنوا يعني رجال الدرك الملكي انهم يوصلوا في الوقت المناسب الان، لان لو انني كنت ما غنكذبش عليكم غادي نمشي مع رجال الدرك الملكي وغندير لكم مباشر في التدخل ديالهم والا كانت تما يعني لحظه القبض عليه، ولكن للاسف انا في الدخله ديال قريب قاعد كتتصل بيا تقول لي اختي عتقينا اختي راه غادي يصفيها لينا، هو دجا جايب جنويه وراه باغي يقتلنا. اكيد ربطت الاتصال برجال الدرك الملكي ديال ولاد زمام وراهم غاديين لان عارفين القصه، لان كانوا عندهم بنهار ملي مشاو يديروا الشكايه. اشنو تيدير حسب تصريحات ديال الوالدين ديالو، قال لك ملي تنديروا حنا به الشكايه وراه لتذكير خوتي راه حاول انه يشعل فيهم النار حسب تصريحاتهم، انا دائما تنهضر حسب التصريحات اللي قالوا. فحاول اخويا تمسح شويه الجاج نحسب شويه الشتا كتنقط. فملي حاول انه يشعل فيهم العافيه يشعل فيهم النار، داروا شكايه. ملي كيديروا والديه الشكايه شنو كيدير؟ انا اقول دائما اكرر انا كنعاود حسب تصريحات ديال الام والاب والاخت ديالو، تيمشي تيجيب حتى هو الزوجه ديالو تيدير بحال قلتي شكايه مضاده، حتى هو تيدير شكايه الوالد ديالي والام ديالي هجموا على مراتي وضربوها وداروا، تيمشيو كيتقدموا تيكون تبادل الضرب. اي مقارنه هذه يعني بين غادي نقارنوا الضرب والهجوم ديالك على الوالد؟ هذه راه ضد الاصول، يعني خاص في الحين تاخذ العقوبه ديالك، ما نقشوكش نهائيا. يعني كنتمنوا هنايا يعني التدخل ديال النيابه العامه، تدخل عاجل يعني وضع الحد لهذا النزيف، لان راه شكايه مورا شكايه مورا شكايه ما كيوقع ليه والو. علاش كيكون التبادل؟ راه الوالد ديالي والام ديالي هجموا على مراتي ضربوها داروا ليها كيصدقوا هادو زعما راه انتوما هاجمين هو هاجم، اذا تسامحوا سيروا في حالكم. اليوم تيقولوا الا كنا حنايا المسامحه دابا راه ما كايناش، الا كنا حنايا كنتعداو عليه ولا على مراته فالسجن ارحم لينا من هذا التهديد ومن هذا العنف اللي كيتمارس علينا. بنتهم تتقول لك انا الا كانوا والديا فعلا غالطين في حقه بغيت نشوفهم في السجن، كنزورهم واخا 15 يوم 15 يوم واكلين وشاربين ومطمئنه عليهم، ولا هاد الحياه هذه اللي هما عايشين فيها وتنقول اليوم يقتلهم غدا يقتلهم. اذا نتمنى ويا رب حتى نسالي مباشر ونشوفوا واش جاو رجال الدرك الملكي ولا غادي نربط بهم نيت الاتصال دابا نشوف واش وصلوا ولا مازال. انا عيطت ليا وانا في الدخله ديال خريبكا كما قلت لكم، وكنت مازال في الفقيه بن صالح نرجع لعندهم، هما كاينين في بني عون نواحي الفقيه بن صالح. نتصل دابا نطمئن. نتمنوا انها تكون بخير وعلى خير. الاخت هي اللي كانت تواصل دابا معاها، نتمنى ان ما يكونش وقعت شي كارثه. وي السلام عليكم. شنو شويه صاري لك داب بس النمر راه يمشي حتى عند واحد الناس هنايا وغادي. شنو واش وصلوا عندكم رجال الدرك الملكي ولا مازال؟ ورا وصلوا عندنا ورا سافروا لبلاصه وشافوا باقي تما هو ولا شدوه ولا هرب؟ لا العقل هزوا حتى ولد عمي وعقب داه ليه ولد عمك ولد عمك هو اللي داه؟ والله يا الدري يدخل داك عرفتي صافي يلاه منين تجي اختك قولها تطمني. وي اختي عندك اختي الله يجازيك بالخير اختي بارك الوالدين دابا في اخبارك. انا راه دايره دابا مباشر وكنحكي هذه القصه هذه وقلت لهم بلاتي نطمئنوا واش ياك ما دخل عليكم واش جاو رجال الدرك الملكي جاو؟ جاو اختي الحمد لله وحيت دابا كاينه العائله هنايا غتكون كتواصل معاه في التليفون غادي يكونوا قالوا لي بان الدرك الملكي جا هنا وغادي يخاف على الاقل غادي يخليني لينا في امان. نعم يعني دابا هرب ما شدوش عطيوني واحد الله يجازيهم بخير.
هرب صافي المرا قال لي بتخافيش كان شي حاجه حنا معاك صافي انا غنوقفوا معاك. اه رجال الدرك الملك عطاوك النمره ديالهم وقالوا لك الا كانت شي حاجه اتصلي ما تخافوش. عطاها ليا وقال لي راني صديق ديال ناديه قال لي راه كنتواصل معاها هذا اللي عندي تفرجت في اللايف ديالكم. نعم والحمد لله اختي شكرا الله يجزيك بالخير اختي. الحمد لله على سلامتكم غير ما دخلش عليكم الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك ويجزيك اختي تليفونك مفتوح ليا في اي وقت. مرحبا بك في اي وقت عيطي ليا في اي وقت. سمحت لي بزاف اختي بغيتك مع عمرك ما تشوفي شي حاجه خير في حياتك. امين امين وانت انتم اختي بغينا نسمعوا لكم كل خير ان شاء الله يا ربي ويتفك هذا المشكل. امين اختي وقفي معايا انا مزوجه فيك وعلى ديك الجمعه بغيت نفخر صالح ان شاء الله الجمعه توقف معانا نهار الاربعاء راح يقولوا لينا حيت تقريبا بهذاك اللايف قال لنا حقوا التقديم بعد النهار الاربعاء غادي نقدموكم ان شاء الله باذن الله. يعني بغيتي جمعيه حقوقيه انها توقف معاكم انا اي حيت حنا ما قاريش والواحد تيبغي انسان قاري اللي يقدم لي الاوراق واللي يهضر معايا ويحكي لي القصه. واخا واخا ان شاء الله انا راه غادي نتواصل مع ناديه خيدون هي الجمعيه الحقوقيه اللي كاينه تما في قي بن صالح وغادي نعطيها النمره ان شاء الله باذن الله يكون خير. المهم دخلوا دابا وسدوا عليكم ان شاء الله الله يدير لي فيها الخير غيسدوا عليكم والنمره ياك عطاها لك لاجيدون حاولي الى جا عندك ولا تواصلوا معاه الله يدير لي فيها الخير. يلا على سلامتكم على سلامتكم الله يسلمك. اذا فعلى المباشر مشاهدي قناه شوف تي في ما كانوش عارفين كاع غادي نتصل بهم فغير هضره دابا كما قلت كنهضروا طمانينه. شكرا والله نجدد الشكر لرجال الدرك الملكي ديال ولاد زمان اتصلت بهم مشاو عندهم على الفور راكم سمعتوا ما كانتش عارفه كاع واش دايرين المباشر قالت لك طمنوهم عطاوها رقم الهاتف قالوا ليها الى جا اتصلي بنا لان ملي مشاو ما لقاوش ربما عرفوا رجال الدرك الملكي جايين وهرب لان هذيك غير الباديه عنده فين غادي يهرب ما ماشي زعما شي زنقه ولا شي حاجه اللي غادي محدوده يشدوه راه كتعرفوا الباديه كاين اتساع فين غادي يهرب الا شاف غير الطوموبيل ديالهم راه غادي يهرب. اذا الحمد لله حتى هما حسوا بالامان شحال زوين يعني منين تتصل برجال الامن ولا تتصل برجال الدرك الملكي وانت في امس الحاجه ليهم وتلقاهم. فشكرا لكم الله يكمل سيرفيسكم بخير وعلى خير. فسمعتوها بان التقديم غادي تقدموا للسيد وكيل الملك بمدينه الفقيه بن صالح يوم الاربعاء وكتستنجد وكتطلب جمعيه حقوقيه اللي توقف معها. نتمنوا ان ناديه خيدون انها تساندهم في هذه القضيه وكنتمنوا كذلك من النيابه العامه انها تضرب يد من حديد لكل واحد سولت ليه نفسه انه يهز حتى غير الصوت ديالو على والديه ماشي الجنوي وماشي اضرام النار وماشي الكلام النابي لا غير ترفع صوتك غير قول لهم اوف. انا تمنيت النيابه العامه تعطي عقوبه لاي واحد كيقول اوف لوالديه. وفين عادله هزيتي الجنويه وباغي تقتل وفين عادله ترصدتي الوالد ديالك وتعرضتي ليه في 6 ديال الصباح بين الزيتون وباغي تصفيها ليه وكتهددو وفين الا جيتي عند الوالده ديالك وكتقول لها الفاعله يا التاركه كما قالت ويعني وكينعتها غير بنعت اللي هو خايب قالت لك ما بقيتش قادره نهز الراس بين الويسي وبين عيالات الويسي وبين الناس ديال الدوار بالكلام اللي تيقول لي وفين هذا الرعب اللي كيعيشوا فيه وهما في قلب دارهم يعني كما شاف المباشر انهم لجؤوهم من حقهم بغاوها تولي قضيه راي عام من حقهم يناشدوا عبر المباشر للمسؤولين والنيابه العامه ورجال الدرك الملكي هذا حق عطاه لهم الدستور من حقهم يلجؤوا للاعلام يعني داروا هما المساله قانونيه مشاو داروا الشكايه ديالهم ولكن في نفس الوقت بغاو انها يديروها عبر الاعلام باش جمعيه حقوقيه تنضم ليهم. سمعتوا قالت لك حنا ما قارينش وما عارفينش بغينا حتى غير اللي يجري معنا في الاوراق من حقهم وهذا حق عطاه لهم الدستور الله ينصر ملكنا الحبيب. فهو ملي شاف المباشر عوض قلت ما رغم انني انا مررت ليه واحد الميساج في المباشر وقلت له يا اخي راه مازال عندك الوقت يا اخي اجي تلاح على رجل ميمتك وعلى رجل باك بوس ليهم رجليهم وقول لهم مسامحه من اليوم نبدا معاكم صفحه جديده سمحوا لي الا قصرت سمحوا لي ما عرفتش فين كان عقلي سمحوا لي وصلح علاش غير باش تاخذ الرضا. للاسف الشديد قالوا لك حنا ساخطين عليك الدنيا واخره هذه راه صعيبه اشنو كتنتظر زعما باقي في هذه الدنيا شنو غادي تربح وانت خديتي سخط والديك شنو غتربح والله واخا تجري ليل ونهار والله ما تفرق الا بغيتي تعيش في حياتك
بخير وعلى خير، فخذ رضا والديك، خذ رضاتهم، وديما تبقى تطلب منهم السماحه. تقدر تكون هزيتي يديك، تقدر تكون رفعتي شويه صوتك، تقدر تكون درتي شي حاجه واخا تكون بدون قصد ولا في ساعه غضب. ديما طلب منهم السماحه وطلب منهم الرضا. وما تنساش عندك وليدات، انت دابا عندك وليد، وقالوا لك قالوا لك راه داك الشيء اللي درتي لينا غادي يديروه لك ولادك. هذا الشيء اللي كدير هما اللي غادي يرجع لك كما تدين وتدان. كنلاحظوا بعض الاباء او الامهات ملي كيعتنيوا ب... نعطيكم مثال، انا مني نيت، انا ما نمشيش بعيد، الام ديالي حليت عيني شفتها كترجف على امها اللي هي جده الله يرحمها، تترجف عليها، ما تاكل تتوكلها، تجيب لها داكشي اللي كتبغي، تعومها جده كتبغي تعوم كل نهار ديال الجمعه في داك هذا، تصلي الضحى وخصها تعوم كل نهار ديال الجمعه ودير ريحه وتلبس لباس زوين. وهذا حنا مرضات جده وحنا ولينا تنديروا لها هادشي، تزوجنا ومشينا لديورنا وكنتناوبوا خصنا جده تجي عندنا. علاش حلينا عينينا وكنشوفوا الام ديالنا كيفاش كتعامل معاها؟ اخيب حاجه هو يعيط ليا شي واحد ويقول لي جراو عليا ولادي، اخيب حاجه هي نشوف واحد كيتعدى على والديه، كنكرهو. وداك المباشر كنكون انني كنخدمو انا معصبه وندير في كل ما في وسعي اللي قدرت عليه واللي ما قدرت عليه كنديرو باش ان دوك الوالدين يعيشوا بامان. اذا هنا خوتي كل واحد فينا يراجع تصرفاته والتعامل ديالو اللي كيتعامل مع والديه. الربح ديالنا الكبير هو نسمعوا الله يفرشك ويغطيك بالرضا. عرفتي شحال زوينه هذه الدعوه هذه، نتمنى كلنا نحضوا بهذا الدعاء هذا. اذا فكما سمعتوا على المباشر، مازال الوالدين والاخت ديالو تحت التهديد، وهاد المره جاهم بجنويه. وجدد الشكر الجزيل لرجال الدرك الملكي خصوصا ديال دابا ولاد زمام اللي تدخلوا في هذا الوقت اللي مشاو. وراه كاينه مسافه، راه ماشي زعما كاينه مسافه ما بين ولاد زمام ولهذا المكان اللي هما فيه بني عون. هاد البلاصه بني عون، نسيتها، بني عون يعني نواحي الفقيه بن صالح. عيب والله لا عيب، نعيطوا لرجال الدرك الملكي او رجال الامن او اننا نمشيو لعند النيابه العامه سيد وكيل الملك ونقولوا ليه ضربني ولدي، ضربتني بنتي، ناري شحال خايبه وناري شحال بغيت يعني القانون يكون يعني قاصح في هذه المساله. يتردعوا يدخلوا للمؤسسه السجنيه باش يترباو. بصحيش لا حول ولا قوه الا بالله. شنو اللي كيخلي بعض الناس يعني انهم يصبحوا مساخيت الوالدين؟ هذا حتى هو سؤال وجيه، علاش تنشوفوهم مساخيت الوالدين؟ اكيد الجهل. راه بالفضل ديال بر الوالدين وعدم معرفه يعني الاجر الكبير ديالهم، والجهل ايضا بالعاقبه والمصير ديال عاقل الوالدين، حيث كنتي واعي وعارف بان مسخوط الوالدين ما كيطفروش، غادي تكون واعي بهذا الشيء، هذا ما غاديش ديرو. كاين كذلك الرفقه السيئه، يعني الانسان كيتعاشر مع اشخاص اكثر منه في الجهل، ما يمكنش ينصحوه على الحاجه ديال الخير. من الاسباب كذلك ديال عقوق الوالدين كذلك كنظن هي اهم شيء هي التربيه وعدم الحرص يعني ديال الاباء على انهم يغرسوا في وليداتهم الاخلاق الاسلاميه في صغرهم. خاص الوالدين يحرصوا على انهم يربوا وليداتهم على الموده والرحمه والاحترام، وكذلك يعطوهم القدوه في تعاملهم مع الاباء والامهات ديالهم. كما قلت لكم انا حليت عيني شفت الام ديالي كيفاش كتعامل مع امها. كذلك ما نساوش
حسب التصريح ديال هاد الام وهاد الاب والاخت ديال هاد مسخوط الوالدين، قالوا بان حتى الزوجه ديالو معاونه. وقلت واحد الكلمه اختو عجباتني، قالت لك لو ان كانت حتى ديك الزوجه بنت الناس من اللي يجي يفرج حداها تقول له سير بعيد مني، سير انت يا بعدا مسخوط الوالدين، سير تتصالح مع والديك عاد تجي تصالح معايا، ولا عاد اجي جلس معانا. يعني وكنلقى اللي يردعوا بحال هكا ولقى واحد الزوجه اللي هي زوجه صالحه غادي يعيق. ولكن الا لقى الزوجه من اللي كيدير باه الشكايه به ولا الام الشكايه به تتمشي حتى هي كتساندو كتقول بان انا ضربوني وداروا لي وهجموا عليا في 6 الصباح وفعلوا هذا وتركوا، يعني مسنداه باش تخرجي راجلك ديروا التبادل، راه ضربونا وبغاو كديروا فيق. عيق يا اخي عيق. وهذا نداء كذلك للزوجات، راه والله العلي العظيم اللي تزوجات شي راجل كيتعامل مع والديه خايب غير ما تطمعيش فيه الخير حتى انتيا، كاع ما تسني منه الخير، كاع ما دار الخير في والديه يديرو فيك انتي، كاع ما دار الخير في والديه يديرو في ولادو. وافقوا وعيقوا حتى الزوجات، حتى اللي بغى تزوج شي واحد ويقول لي انا راه ما عنديش مع والديه هربي، هذا بعدا ما فيش الخير، ما عندوش مع امو اللي ولداتو اللي هزاتو 9 شهور في كرشه ما يرد ليهاش حتى ضربه، ضربه وحده اللي الامهات راه عارفين ديك الضربه اللي كتكون في الكرش ملي كيكون الجنين في الكرش وكيضربك ضربه وحده كيحبس فيك الهضره. راه حنا امهات وعرفنا وحملنا وعرفنا الحمل شنو هو، وعرفنا الضربه اللي كيضربك الجنين في الكرش، تكوني تهضري تحبس فيك الهضره الكلام تيتحبس فيك، ما ترد ليهاش ولو خبطه وحده ولا ضربه وحده في ديك الكرش اللي كدير ليها. وفين يعني حملاتك 9 شهور في كرشها، توجعات ولداتك، سهرات ورباتك، رضعاتك، في الاخر كتجي انت كتزوج وحده كتفضل الزوجه على امك وعلى باك. وفيق عيق. وحتى الزوجه اللي غادي تزوج امثال هادو نقول لي راكي تزوجتي الخلا، غتسناي منه الخير، كاع ما دار الخير في والديه يديرو فيك انت، كاع ما دار الخير في والديه يديرو في ولادو. عندك شي اضافه شي ملاحظه الاخ اللي معايا شنو؟ شنو بغيتي تقول لي؟ لا الوداد كيعادي 99 كسر. كيفاش؟ الم الوداده كيعادل 99 كسر. نعم الاخ اللي معايا تيقول لي الم الولاده هذا يعني نقدروا نقولوا عليه مرضي، هذا راجل مزوج عنده وليدات حتى هو، وتيقول لك الم الولاده يعني ذاك الوجع ديال الولاده تيعادل 99 كسر يعني في العظام. هذا اللي واعي بهذه المساله هذه، هذا مرضي، مرضي والديه. هكا بغينا نشوفوا كاع الشباب وكاع الابناء والبنات مع مع والديهم، ونقول لكم فيقوا وعيقوا الا الوالدين، الا الوالدين. الا بغيتي تعيش مرتاح ولا بغيتي الله سبحانه وتعالى يسهل لك الامور في الدنيا وفي الاخره، الا بغيتي انك الله سبحانه وتعالى ما يغضبش عليك وتشوف الويل في الدنيا وفي الاخره، احسن الى والدك، تهلا في والدك. واللي ما تهلاش في والدي واللي مسخوط في والدي راه ما عمرو يرتاح وما عمرو يشوف النهار الابيض، وعاقبتك ما غاديش تكون بخير، ولادك غادي يعذبوك حتى نتايا في الحياه. اذا هذه القضيه مازال غادي نوافيكم بها في كل جديد، لان القضيه وصلت داروا الشكايه ديالهم وكانوا غادي يتقدموا يوم الخميس. فالجديد اللي قالت لي دابا ان ملي شافوا الامور يعني غدا وكتزيد يعني في التهديدات والجنوي وهذا الشيء اللي يعني زاد على الحد ديالو يعني مهددين بالقتل، كنتمنوا يعني راه غادي يتقدموا ان شاء الله يوم الاربعاء، ونتمنوا يعني النيابه العامه كذلك تقول الكلمه ديالها القاسيه، اللي انا بغينا هنا يعني واحد العقوبه مشدده للمسخوط الوالدين باش يكون قدوه. فما يمكنش يعني منين غادي يتقدم مسخوط الوالدين امام النيابه العامه وما ياخذش العقاب ديالو، شنو كتقولوا ليه؟ سير قتلهم حتى عيطوا لنا نعاود نديروا نقلوا للمباشر جريمه قتل، الابن قتل امه
الابن قتل باه، راه اليوم كان كيتربص ليه حسب تصريحاته كيتربص ليه تحت الشجر ديال الزيتون، والاب خارج مع 6 ديال الصباح قال لك غادي نمشي نرش الدواء، خدام غير عند الناس غير رباع مسكين، خدام بكتافه راجل كبير، محنو كرفصو عطا واحد شويه ديال الارض بعدو عليه وقال له سير بني تما، ابنه وزاد استولى ليه على جناب هذيك البلاصه اللي عطاه وقال ليه تقرب نصفيها لكم ومازال غنشعل فيكم العافيه ومازال ومازال ومازال. سولنا الاب قلت له قول لي ولدك ياك ما مريض ياك ما يعني كيشرب شي دواء، قال لي الا تصاب مريض نمشي انا 20 عام للحبس، ولدي مدمن مخدرات، الى مدمن وتا الادمان ديالو كيسبب ليه في هذا الشيء مشي تربى مشي تعالج. ولكن كاين تفسير وعجبني تفسير يعني او تحليل في محله ديال الاب ديالو ديال الام وديال اخته، قالت لك ايوا واخا الى حمق حمق علينا حنا، امو مرته يشدها في يديه وولده يهزو بين كتافه ويلعب معاه، مريض غا على مو باه اخته، ويلا كان مدمن والادمان ديالو كيدير ليه هذا الشيء هذا هذا الهيجان هذا، واش الادمان ديالو كيديروا له غير علينا حنا غير على الام والاب والاخت، على مراته ولا على ولدو عايش معاهم بخير ما كيتشكاوش منه. اذا هنا يبقى السؤال يعني هذا في كامل قواه العقليه، حتى الا كان عنده الادمان ديال الحشيش ولا راه ما كيفرق كيعرف فين الزوجه وكيعرف فين امه، امو الفعلة تاركة ومراتي زوينة، الاب ديالي خايب والاب ولدي نزو بين كتافي نلعب بيه ونخرج نلعب معاه ونخرج معاه. الادمان اكيد اخي اختي وداد قالك الادمان ماشي مبرر، راه داكشي كنقولو الا كنتي مدمن علاش الادمان يبين لك الزوجة زوينة وولدك زوين، هادو ما كيتاداوش منك، ولكن الاب والام هما اللي كيبانوا لك في داك الادمان ملي تتخدر عقلك. سير تعالج ولا سير للمؤسسه السجنيه تربى. ساره انيس كنطرح على التعليق ديالك، دعوتكم الله يجازيكم بخير مع جده ماتت هذا الصباح. ساره تعازينا الحاره لكم كاملين الاسره الكبيره والصغيره، نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يتغمدها بالرحمه ديالو الله يرزقها الجنه وبدل محبتها صبر الله يصبركم. خوتي الاخت ساره كتطلب منكم تدعوا مع الجده ديالها الله يرحمها ويوسع عليها يا رب. اذا اللي عنده ام يمتو يتهلا فيها واللي عنده باه يتهلا فيه واللي عنده جداتو يتهلا فيها، حنا ما غاديش ندوموا في هذه الدنيا، مازال غادي نوقفوا قدام الله سبحانه وتعالى وغادي نتحاسبوا على كل كبيره وصغيره. نعم الاخ تيقول لك شحال من واحد مبلي وكيحماق على والديه، ها وي كاينه كاينه فعلا والله العظيم، الا تنشوف شي وحدين مساكن انا كنشوفهم في حاله يعني شاربين يعني اللي كنعرفوا الشراب يذهب العقل، كنعرفوا الحشيش كنعرفوا فانيد تيقول لك مي الا الام ديالي كيموت عليها الا الاب ديالي، هذا مدمن كيطيح كنلقى لسانه ملوي بالادمان ويبقى يقول لك مي ويشد ميمتو ويبوسها ويعنق. اذا الادمان فعلا ماشي مبرر، انت ما مربيش مزيان سير تربى صافي. وهاد الام وهاد الاب عنده تبارك الله يعني قال لنا شي ثلاثة د الوليدات يمكن وجوج بنات، هذا بوحدو اللي خرج ليه من الجنب، الاخرين قال لهم كنرضي عليهم دنيا واخره الله يفرشهم ويغطيهم بالرضا، وقال هذا هذا مسخوط الوالدين قال له راني ساخط عليك في الدنيا وفي الاخره ما عمرك تطفروا واللي داكشي اللي درتي ليا يديروا لك ولدك. شتي شحال خايبه، شوف خوتك داو الرضا وانت ديتي السخط، شوف خوتك النور اللي طالع في وجوههم وشوف انت كي غادي تكون، شوف راسك في المرايه قول علاش كندير هذا الشيء كامل ليش. هذه رساله نذكروا بها نفوسنا جميع، تهلاو في والدينا اللي عنده والديه تهلا فيهم واللي ماتوا الله يرحمهم، واللي عنده شي خصام ولا شي خلاف مع والديه
تنقولوا ليه راجع نفسك، الوالدين ما كنتهزوش عليهم وما كنتقلقوش عليهم وما كنغضبوش عليهم وما كنقطعوش الغل الوالدين ديالنا وما كنعاملوهمش معامله سيئه، واخا ما عرفتش شنو يديروا فينا. هذوك والدينا ما اختاريناهمش، يكونوا زوينين يكونوا خايبين ما اختاريناهمش، كنرضاو بهم وكنقبلوا عليهم كما هما، نتعاملوا معهم معامله حسنه باش ناخذوا الرضا. اللي عنده شي خلاف مع والديه يراجع نفسه، الا بغى الحياه وبغى الله يرضي عليه، الا بغى انه يعيش مرتاح وفين ما حط يديه يربح، يمشي يطلب السماحه من والديه ويبدا معهم صفحه جديده. بالنسبه للرجال اللي كيتزوجوا ويتبعوا عيالاتهم وينساو والديهم، تنقول لكم راجعوا نفسكم. بالنسبه للزوجات اللي كيتبعوا الزوجات اللي تيقولوا للزوج يعني خلي والديك وراضي على الزوج انهم بعد على والدي وكيعاملهم معامله سيئه، تنقول لك يا اختي راه الا ما داش الرضا راكم غادي تعيشوا في الجحيم كاملين، لا انت لا ولادك. بالنسبه للزوجات كنقول ليها الزوج ديالك الا كان مخاصم مع والدي يقول له سير تصالح مع والديك، ولا حتى انا مخاصم معك مخاصمه معك، هكا غادي تزيريه وهكا غادي ترديه للطريق المستقيم وتكوني حتى انت يديتي واحد الاجر كبير. بالنسبه للمقبلات على الزواج خواتاتي، الا جا عندك شي واحد تقدم لك للزواج وجا بوحدو قلتي له فين والديك، قال لك انا صافي كل واحد بوحدو الله يعاونهم انا باغي نتزوج باغيك انا بلا والدية، وياك تديري شي خطوه حاجه وحده اللي نذكرك بها وياك، لان هذاك ما دارش الخير في والديه طمعتي تعيشي انت معاه سعيده، اللي جاك بلا والديه ما تقبليهش للزواج، اللي قال لك انا مخاصم مع والديك ما تقبنيش معاه الحياه الزوجيه. اذا شكرا لكم خوتي، شكرا لمتتبعي قناه شوف تيفي، شكرا لرجال الدرك الملكي بولاد زمام للتدخل ديالكم العاجل في هذه اللحظات لانقاذ هذا الاب والام والاخت اللي كانوا تحت التهديد بالسلاح الابيض من بعد ما شاف الاخ ديالهم او مسخوط الوالدين شاف المباشر. كنا تمنينا يشوف المباشر ويراجع تصرفاته، لان اعطيناه بزاف ديال لي ميساج باش يراجع نفسه، ولكن للاسف الشديد غير ما زاد التمادى. اذا هنا كيبقى الدور ديال النيابه العامه تضرب بيد من حديد، لكل واحد سولت ليه نفسه انه يطغى على والديه انه يرفع صوته، انا كنقول غير الصوت، انا مازال ما كنهضرش على السلاح الابيض واضرام النار والكلام النابي، انا كنقول غير يرفع صوته على والديه، انا كنتمنى ليه السجن، كنتمنى ليه يدخل لواحد المؤسسه سجنيه يعاود يتربى من جديد يعرف كيفاش يتعامل مع والديه. اذا بارطاجيو خوتي هذا المباشر باش يكون عبره، هذا عبره لكل واحد يعني تيتعامل مع والديه معامله خايبه. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. الاخت ساره كنطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يجدد الرحمه على الجده ديالك، الله يثبتها عند السؤال قلتي اليوم اللي توفات، الله يرحمها ويوسع عليها، الله يرزقها الجنه ان شاء الله، الله يرزقها الجنه، الله يبدل محبتها صبر يا رب. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.